بداية أخبار الكرة الطايرة بنادي الزمالك مع الفريق الأول اللي تأهل لنص نهائي الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الثانية اللي خلصت من شوية الحمد لله بنتيجة 3-2. طبعا فريقنا كان فاز امبارح في المباراة الأولى بنتيجة 3-0 علشان يتأهل مباشرة بإذن الله لنص النهائي بدون بقى الحاجة خلاص لمباراة فاصلة. وزي ما قلت لحضراتكم ان انا افوز بالشوط الخامس احسن لي مليون مره من ان انا الجا لمباراه فاصله. خلاص مباراه طولت في عدد الاشواط شويه، لعبت شوطين زياده، خلاص احسن مليون مره ما اروح العب حتى مباراه تكون فيها 3 اشواط زياده، فتره الراحه تكون قليله. فالحمد لله المباراه خلصت بنتيجه 3-2 لصالح نادي الزمالك وتاهل لنص النهائي. طبعا فريقنا هيلعب مع الفائز من بتروجيت وطلائع الجيش اللي عندهم مباراة فاصلة يوم الاثنين، وده بعد ما تعادلوا في عدد المواجهات بفوز كل فريق منهم بمباراة.